تحياتي واهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من نقاش كروي اللي بتجيكم مني انا محمد عواد كل يوم خميس. طلعت اشاعه رونالدو ممكن يروح على برشلونه، ممكن يلعب مع ميسي. طبعا في تحفظات كثيره بتخليك تعرف انه بالوقت الحالي بالظرف الحالي الموضوع اقرب للمستحيل ومجرد ربما خبر اعلامي. بس هذا الخبر الاعلامي بخليني اوقف اقول هل يمكن تحط رونالدو وميسي بفريق؟ وما بنتكلم اليوم، يعني قصدي باليوم ما بتكلم عن اعمارهم الحاليه، بشكل عام هل كان يمكن وضع رونالدو وميسي بفريق واحد؟ في ناس بيجي تقول لك شوف الشاطرين بيفهموا على بعض والمبدعين بيفهموا على بعض، وهذول الناس قمة الشطارة وقمة الإبداع وقمة الجودة، كانوا حيزبطوا أمورهم مع بعض لو لعبوا مع بعض وكانوا حينجحوا. هذه وجهة نظر بسيطة مباشرة، لكن في مآخذ أخرى على هذا الموضوع. أنا حاحكي بس مجرد أسباب هيك بتيجي على بالي وأنا بحكي معكم، لكن بدي من تعليقكم تحكوا لي وجهة نظركم هل كان يمكن الدمج ولا لا. يعني في ناس بتقول لك رونالدو وميسي لو لعبوا مع بعض يعني في 100 مليون يورو فاتورة إيجور آخر السنة، وما في نادي حيقدر يجيب معلنين وفلوس تدفع راتب لاعبين بس 100 مليون يورو، لأنه معناها ببساطة إنه أنت لما يكون عندك ميسي حتجيب كل معلنين الأرض، ولما يكون عندك رونالدو حتجيب كمان كل معلنين الأرض. في النظرية بتقول إنه لما تحط سوبر ستارز اثنين مع بعض بهذا الحجم كمية زيادة الإعلانات مش زي ما أنت متخيلها، لأنه بالأساس كل الناس مهتمة فيك لأنه عندك ميسي أو لأنه عندك رونالدو. الشيء الثاني اللي بينحكى إنه رونالدو وميسي بيحترموا بعض، بس كل واحد جواته شايف حاله أحسن من الثاني. حصير في ممكن مشكلة ركلات جزاء، مين بيشوت المباشرات، مين اللي بيسجل أهداف الأكثر، مين اللي بياخذ المساحة داخل منطقة جزاء أكثر، وهنا اللاعبين اللي حولهم ممكن ينقسموا. فهذا الصراع بين إنه أنا وأنت ممكن يخلق توتر كبير كثير بعيدا عن أي شيء في أرض الملعب. بنفس هذه المنافسة مين اللي بده يحكم غرفة تغيير الملابس، أنا ولا أنت؟ مين اللي بده يحكي كلمة والناس تعمل حالها مصدقيته حتى لو مش مقتنعة، أنا ولا أنت؟ رونالدو ولا ميسي؟ هذا نقاش الأنا، نقاش الشخصية، هل يمكن أن يجمع في مكان واحد؟ أنا أستبعد شخصيا، بس شو بالنسبة لكم؟ وبكمل وبحكي عن سبب أخير. رونالدو وميسي طوال مسيرتهم مساهمتهم الدفاعية محدودة، يعني معناها أنه بدك تحمل الموسم كامل على ثمن لاعبين يدافعوا، يعني معناها أنه لازم لعيبة الوسط اللي عندك يكونوا من نوعية بدنية أكثر، دفاعية أكثر، أظهرتك بدك تهتم فيها ما حتقدر تحررها كثير، لأنه رح تكون شايل الحمل أكثر، لأي مدى تقدر تشيل فريق؟ مش قادر يتوازن لأنه عنده اثنين خارج معادلة الدفاع تماماً، هل هذا الشيء ممكن؟ ما بعرف، لكن اللي بدي أحكي لكم إياه ما بتكلم عن رونالدو ميسي ببرشلونة الآن، بتكلم بشكل عام، هل كان يمكن جمع أفضل نجمين في كرة القدم بفريق واحد، وهم بيشوا قمة شهرتهم وبقمة أدائهم، هل يمكن ذلك ولا لا؟ ممكن البعض يقول لي زيدان ورونالدو البرازيلي اندمجوا مع بعض، بس احنا بنعرف انه الاثنين ما كانوا بقمة النجاح اللي كان متوقع بينهم، كانوا افضل لاعبين بفترتهم لكن ما كانوا قادرين يحققوا اللي توقعوا منهم الناس مع بعض، وواحد منهم ترك كرة القدم وراح لأشياء سهر وحياة عامة اللي هو رونالدو البرازيلي. فاحكوا لي انتوا شو شايفين، هل ممكن فعلا كان يندمجوا؟ هل في مدرب معين كان حيقدر ينجح معهم؟ وشو السلبيات والإيجابيات؟ بالتعليقات. السلام عليكم ورحمة الله.